نعم. نتكلم عن الاتحاد العربي. حلو. أكد الأمين العام، هذا خبر اليوم في الصحافة، أكيد تعرف عنه طبعا، أكد الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الأستاذ سعيد بن علي جمعان بأن الاتحاد العربي لكرة القدم ممثلا برئيسه صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز وأعضاء مكتبه التنفيذي يرحبون بترشيح الأستاذ محمد بن همام العبد الله لنفسه لمنصب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، متمنين له التوفيق والسداد ومؤكدين على العلاقة الطيبة والدور الفعال والتعاون الوثيق التي تربط بين الاتحادين الدولي والعربي لكرة القدم. هنا لما نتكلم على الاتحاد العربي يرشح بن همام، انت قاعد تتكلم عن اصوات عربيه وعدد من الاصوات مؤثره جدا، ونتكلم عن نفوذ عربي ممكن يستخدم صح. لدعم مرشح في اسيا وفي افريقيا ومنطقه الشرق الاوسط. بن همام للاتحاد الدولي هي خطوه جميله جدا جدا. الامير نواف بن فيصل بانت ملامحها من حضور استاذ محمد بن همام للاجتماع الاتحاد العربي لما كان فيه ترشيح الامير نواف. حضور محمد بن همام اذاب اشياء كثيره. الامير نواف صرح بعد انه بالعكس ما بين الاتحاد السعودي والاتحاد الاسيوي اي يعني اي شيء او قطيعه او الى اخره، ويعني هذه رساله للجميع انه الاتحاد الاسيوي يظل يعني مظله للرياضه الاسيويه بشكل عام. الامير نواف بترشيحه او الاتحاد العربي هذا احوج ما نكون في هذه المرحله اللي تعيشها الدول العربيه، العالم العربي حاجه الى لحمه، حاجه الى التباب. لما ترشح او تجمع الدول العربيه زي ما تفضلت على ترشيح شخص واحد للفيفا صدقني حيعطي يعني زخم. طيب بعيدا عن العاطفه، بن همام شخص مناسب لهذا المكان؟ طبيعي ما في شك. سي في حقه يعني ما يحتاج، هو مقدم نفسه ولا يحتاج الى اضافه. صح، سي في حقه حتى في الاتحاد الاسيوي. أي. واضح انك انت حتى لما تدعم مرشحك انك زي ما يقولون بالعاميه يواجهه، يعني شخص عنده سي في وعنده تاريخ وعنده اعمال تطوريه كثيرة. واللي قدمه حقيقة للرياضة الآسيوية يعني الأجندة الرياضة. المبدئية لبن همام أنه يراهن على الشفافية، يراهن على موضوع صوت رئيس الاتحاد الدولي، ونعرف أنه إحنا بلاتر شخص قوي جدا، شخص وصف في من المقربين اللي إحنا كنا نتكلم في كأس العالم أنه وصفوه المقربين بأنه أذكى وأمكر من الثعلب. محمد بن همام الرجل الأقوى، وصف في بعض وسائل الإعلام العالمية أنه الرجل الأقوى في العالم، الرجل الذي استطاع أن يفصل كرة القدم عن حكومات الدول، رجل عنده قوة، عنده اتصالات، عنده يرأس أهم قطاع يهم أكبر فئة في الكرة الأرضية اللي هو الشباب، وأكثر لعبة شعبية في العالم. بس إنه حقيقة من مبدأ يقدر عليه بن همام؟ يقدر، لأنه بن همام أولا عمل اللي سواه في الاتحاد الآسيوي. الفيفا تابع كل ما قدمه، يعني السي في حقه زي ما تفضل سعد العيز يشفع له. ثانيا بلاتر أعتقد أنه قدم الشيء الكثير، لابد ان تمنح الفرصه، مو دي ما شابه طبعا رجل 60 ابن همام، ولكن عنده فكر متطور، عنده نظره، عنده بعد. بس الرجل عنده علاقات، عنده قوه، احنا نعرف انه حتى في بدايه ترشيحه كان ضد رئيس الاتحاد الاوروبي. بلاتر ما يحظى بالترشيح اللي كان يحظى به قبل 4 سنوات، وبعدين في خلاف حتى لو تلاحظ في الخطط او الاهداف اللي قاعد يعلنها محمد بن همام، لعب على وتر مثلا خلينا نقول الاتحادات الضعيفه الماديه لما قال راح اعزز من برنامج الهدف، وهذه هي الفئه الاكبر اللي في اتحاد الدول كره القدم، يمكننا قاعد يشتغل على 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 المجموعه هذه مع اعلان، على فكره مع اعلان الاتحاد السعودي او الاتحاد العربي، هذا راح يعطيه لوبي كبير ويكتل عنده. سؤال بس، الاسلوب اللي قاعد يستخدمه الاستاذ محمد بن همام الان في ملفه اللي يبغى يقدمه لترشيح نفسه الاتحاد الدولي، هي نفس الطريقه ذاتها اللي كان يستخدمها في مقعد غرب اسيا امام المرشح البحريني لما كان كل الدول راحت على او كل المرشحين ذهبوا للدول الاقوياء وهو اتجه للدول الاقل نفوذا. هو يتمتع بذكاء ما شاء الله علينا محمد بن همام، يعني شخصيه جلست معه اكثر من مره، رجل عنده فكر يعني، وبعدين يسمع الراي والراي الاخر، ما هو رجل يعني عنصري، يحترم اراء الجميع. محمد بن همام خليه متفائل ان شاء الله حيفوز بالترشيحات الاتحاد الدولي، يمشي على طريقة القطرية كيف قدموا أنفسهم لكأس العالم 2022، كيف استقطبوا مجموعة من النجوم على مستوى العالم وعلى مستوى العالم العربي، وقدموا ملف جميل أهلهم أنه تجاوز دول يعني عتيق. بلاتر يقولوا للشباب أنه ذكر أنه إذا فاز بالترشيح الحالي لين 2015 ما راح يرشح نفسه مرة ثانية. بعد ما عاد بعد الأخير ما عاد في بابه قفل عمره، شو عنده بلاتر؟ نروح الفاصل.